السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مع بعض بحلقة جديدة مع طلال، والحلقة رقم 18. وكل ما أنا بقدم حلقة جديدة وكل ما بقول رقم بيزيد، ما بتتصدقوا قديش أنا بحس بسعادة كبيرة. إنه الفكرة اللي هي القصة اللي كانت فكرة واللي هي كان عمرها أكتر من سنتين صارت حقيقة، وفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا ل 18 حلقة ومتابعين مع بعض. والهدف دائما برجع بقول، نحن هدفنا من الكيس ديسكشن اللي هي عنوانها مع طلال كيس ديسكشن، اللي هي عبارة عن نحول الأبيض والأسود لشيء محكي، لشيء نقدر نفهمه ونقدر نستوعبه. كتير منتابع السوشيال ميديا، وما فينا ننكر أبدا تأثير السوشيال ميديا وأهميته على أنه نحن عم ناخذ معلومات بطب الأسنان، وقديش هذا الموضوع سلاح ذو حدين على أنه نقدر نعرف خبايا الموضوع أكثر ما أنه نشوف حالة ونقول واو ونحط لايك وننبسط كتير على الحالة. لا، خلينا نفهم تفاصيلها. ومشان هيك أنا دائما بستهدف رواد الإندو بالوطن العربي وبالعالم صراحة، اللي هن لهم باع طويل بالسوشيال ميديا. ضيف اليوم ما بعرف شو بدي لكم، ما بعرف شو بدي أوصف لكم، أكثر من أخ. يعني أنا صراحة لكم شغلة، اليوم نحن قاعدة ها أهلية محلية، نحن أنا والدكتور محمد دكاك، يعني هو أنا بعتبره أخي الصغير باختصار، بس بقلكم هو بالنسبة لي يعني هو إنسان صادق، هو إنسان يعني نقي فعلا، اللي بقلبه على لسانه بيوعوا أحيانا هذا الشيء بشوية مشاكل، بس إنسان نظيف وإنسان نقي وما شاء الله عليه، ومحب للعلم ويعني وبيفيد زملائه، وهذا صراحة الشيء بيميزه. وبيتابع اللي بيتابع منشوراته بيكتشف قديش هذا الشيء مهم بالنسبة له. طبعا أنا ما رح أطول عليكم، نحن حلقتنا مدتها حوالي نصف ساعة إلى خمس دقائق زايد ناقص إن شاء الله. رح نحكي اليوم بحالة كتير مميزة مع صديقي حبينا وتابعناها فترة طويلة على علاج آفة ذروية كبيرة. ما رح طول عليكم البوديوم، مرحب كلياتنا مع الأخ العزيز دكتور محمد دكاك. الله يسعده حبيب القلب. الله يسعد مساءك وصباحك دكتور طلال، كيفك؟ طمني عنك. حبيب قلبي شلونك؟ إن شاء الله تمام. أنا الحمد لله. لما كان بستمع الانترودكشن تبعك كان الصوت عم بيقطش، فإذا الصوت تبعي عم بيقطش بس يا اللي هيك يا اللي هيك، خليني أعرف أنا شو صاير. كتير منيح. أول شيء أنا ما كنت عم سب، عشان تكون بصورة، مدحت منك و حسابك والأمور كلها بخير. فإذا عم يقول لي الدكتور محمد دكاك الصوت عم يقطش عندي، يا ريت لو حدا اللي عم يتابعنا، ما شاء الله صرنا حوالي 65 حدا متابع، بس يقولوا لي إذا صوتي واضح ولا لا. دكتور محمد أنت سامعني بشكل جيد ولا لا؟ أنا سامع كتير ممتاز. أنا عم حاول حتى أطلع شوي على الفيسبوك هيك مشان إذا في شيء يعني أقدر أقرأ، بس يعني إذا في تعليقات، بس لا أنا سامعك ممتاز. منورني بمع طلال حبيبي، نورت صفحتي. ما عم تسمعني محمد؟ انا هلا يعني هلا عم بسمعك، عم يقطش الصوت، ما بعرف اذا انت عم تسمعني صح. صوتك انا عم بسمعك صح وعم بيجيني عم بسمعك صح. مصطفى عزيز عم يقول لي صوتك واضح دكتور طلال، حارس عم يقول لي صوتك واضح، تمام واضح. المشكله كانه بيني وبينك، ما عم تسمعني محمد؟ انا سامعك هلا. لا هلا سامعك. اوكي انا هلا سامعك. طيب عم اقول كنت منورت الصفحه. الله يخليك، منوره باهلها وصاحبها وضيوفها. بيروح. الله يخلي لك حبيبي. طيب ماشي، يلا ممتاز. معناها نحن يا محمد بيك، اول شيء انا فاتني اني انا ادمك دكتور محمد.
طبعا خريج كلية طب الأسنان جامعة دمشق عام 2007، حصل على الماجستير في علوم طب الأسنان بعام 2013 مرتبة شرف، وأيضا حصل بعدين لاحقا على الدكتوراه ب 2016 أيضا بالمداواة الطبية، واختار أنه يطلع ويشتغل بالمملكة العربية السعودية. فهو سبحان الله اليوم هلأ أنا محاكيه، نحن اثنيناتنا من سوريا، أنا محاكيه من الإمارات، هو عم يحاكيني من سعودية، ما بعرف إذا عم تسمعني منيح. تمام طيب. لا هيك لا سمعت إمارات سعودية. طيب لا مشكلة إذا هيك، إذا ما راح تسمعني مشكلة، إنه أنا بدي أطرح عليك أسئلة، هو تعرف الكيس ديسكشن. ما بعرف إلا بس إنه سمعت طلعنا، إذا بدك مني شيء ممكن بس اللي هيك ولا هيك أي إشارة بس. لا 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 لحظة شوي محمد حبيبي، أنا بيهمني كتير تسمعني لحتى نتناقش. أنت عم يقطش صوتي يعني كل شوي ولا لا؟ بيقطش عندي. طيب خليني أجرب شغلة ما دام أنك الجميع موجود معانا، خليني أجرب شغلة أنا من بعد أمرك. طيب أنا خايف يكون النت من عندي بس يعني ماني فهمان الطبخة. سامعني هيك محمد أحمد؟ سامعك. طيب هليك صار واضح، عم تسمعني مني؟ إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم جميعا، بس أي تأكيد أي تأكيد بس من عندكم لو سمحتوا، إنه إذا عم تسمعوني منيح ولا قبل ما نبلش، لأنه أكيد الحلقة تكون مفيدة وشيقة. أنا ناطر أي إشارة من أي حدا. محمد بين ما تجيني أي إشارة احكي لي، شوف يعني أنت اشتغلت بسوريا ولا عم تشتغل بالسعودية، أعطيني هيك فرق بالطريقة العمل ما بين العمل بالسعودية ما بين العمل بسوريا. خلينا هيك بالنسبة كتير ناس اللي عم يطلبوا يطلعوا على الخليج، شو بتقول لهم؟ هلا والله احكي لك بصراحة، العمل هو عمل سواء كان بالسعودية سواء كان بسوريا، بس الشيء اللي بدك اللي بيميز الشغل بالسعودية، خليني اعتبرها يعني ميزة نوعا ما، انه قد يكون انك انت قادر انك تتحرك، قادر انك بمعنى تشتغل بكثير براندات، تشتغل بكثير كواليتي معينه مطلوبه انك بالسوق مطلوبه هون عندنا. هذا لا يعني انه النقيض انه ليس صحيح، لا مو هيك الموضوع، بس في شغلات ثانيه قد تكون مثلا ضغط العمل اللي موجود هون. خليني ما احكي على الكواليتي، خليني احكي على طبيعه الحياه. طبيعه الحياه يعني طبيعه الحياه والشغل يعني وضغط العمل. هلا كنت انا وياك، انا جاي ركض وانت جاي ركض من العيادة، يعني كيف بتحس؟ هون أريح ولا بالشام أريح؟ لا بحكي لك بصراحة بالشام أريح، بمعنى يعني أنت مثلا مطلوب منك بالعمل باليوم 9 ساعات أو 8 ساعات افترضنا، الثمان ساعات يعني أنا بتهون ثمان ساعات نوعا ما بيكونوا فل، يعني ثمان ساعات يمكن مريض ورا مريض مريض ورا مريض، بتكون ثمان ساعات عندك يعني من جد زي ما بقول انعصرت عصر أو مستهلك، ما بترفع راسك. قد يكون بالشام الوضع كان غير، مثلا في شويه بريك احيانا، هلا انا عندي شلون شفتين كمان شفتين بتروح وبتجي، يعني هو بيني وبينك مختلفه، كل شيء مختلف يعني. بس بعدين انا بالنسبه لي خلينا نوقف لانه بلش يجي يقولوا لي كهرباء وما كهرباء، فخلينا بالسليم حبيبي الله يعطيك العافيه. خلينا بالسليم. طيب الله يقويك. هلا انا من بعد عمرك بدي تغير لي السكرين مره ثانيه من بعد عمرك لانه راحت. هلا هي انا مشيرها ستوب شيرينج. طيب. انا عاملها مش لا 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 ممتاز، لا تسوي شيرينج خلص صارت عندي. اوكي انا راح برزنتيشن اعطينا عرض. يلا دكتور محمد الله يخليك، انت هلا ما عم تشوفني لكن عم تسمعني، ونحن المشاهدين كلها عم تتابعون، وما شاء الله صرنا حوالي 150 متابع وكلاتنا عم نسمعك، وشو هالآفة الزرويه الكبيره. يلا حبيبي طيب تفضل. انا اني واللي شايفك انا على الشاشه الثانيه تبع الموبايل، يعني ان شاء الله راح تكون سويتها. هلا اليوم هي عباره عن كيس ريبورت، يمكن حكيت انا وياك دكتور طلال فيها. لا هي بري ابيكال ليجن، نحن هلا حنحكي شو تصنيف الموضوع تبعها. في تكنيك نزلت يمكن قبل حوالي سنتين، هي انتشرت بجي او اي، كانت هي دي كومبريشن. فانا بيني وبينك هالكيس حبيت اني اشارككم فيها. نحن انا صار لي عام منها فولو اب حوالي سنه ونص، اتوقع لسه شوي صغيره احنا نعملها نشر، فحبيت اني اشاركها مع الدكتور طلال بالصفحه تبعه. قبل ما اروح باتجاه بس الكيس بدي احكي هيك كم فكره عامه. اتوقع ان ثلاث استعدادات انا حطيتهم على البري ابيكال سيست، اللي هو قد يكون اكثر الليجنات
اللي احنا بنشوفها بالفك تبعنا. طبعا نعرف انه البري ابيكال سيست هو يعني التهاب يعني افه التهابيه من نمط كيسي. طبعا اذا بدنا نقعد نحكي في عندنا نمطين من الاكياس. في عندنا طبعا الاكياس في منها حقيقيه وفي منها كاذبه على حسب مبطن البشره ومبطن البشره. بعدين في منها الحقيقيه وفي منها البي سيست اللي هي لها ارتباط مع الروت كان تريتمنت او الكنال تبع السن او لا. فانا هدول بس حطيتهم بيلولا بوكيت البيسيست او التروسيست. وبعدين هي المصطلح الاهم شيء بالنسبه لنا المشكله انه نحن اي افه بتجينا نحن بنحاول دائما نقول انه هي عباره عن ليجن. يعني ما بنقدر نقول انه هي سيست لانه اساسا زي ما حكينا مصطلح السيست زي ما بقوله هو مصطلح متخصص هيستولوجيا. يعني ما فينا نقوله غير جماعه الهيستولوجي بعد ما يعملوا الدراسه تبعهم. لكن بشكل عام الدكاتره الاسنان احيانا يعني او الاخصائيين الاندو ممكن يكون عندهم تصور عن الافه اللي هن عم يشتغلوا فيها. قد تكون هي الافه مثلا حدود الافه تبعها واضح. يعني انا هلا بشوي عم بقرا بكتاب كوهن 2021 بس هيك باب يعني مراجعه الافكار انه بيقول لك مثلا كل شيء اكثر من واحد ونص ممكن اعتباره عباره عن سيست. احيانا بيكون نحكي بصراحه مثلا الاسبيريشن اذا عملنا سحب شفط السوائل اللي موجوده جوات الليجن هي الموجوده هي كلها مشعرات بدلنا على انه قد يكون هذا الآفة اللي عم نواجهها هي عباره عن 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 كيس سني. طبعا بدنا في طبعا في شغله خطير كثير هون بالموضوع احنا لازم نحط بالنا عليه. واتوقع حضرتك الدكتور نبيل قوشجي والاساتذه الكرام الفضلاء كثير نوه عليه انه نحن يعني ما لازم ننهي نشيل الافكار الثانيه من راسنا انه لا سمح الله يكون عندنا امراض ثانيه قد تكون تيومرات قد تكون شغلات يعني خارج على انه هي سليمه. هي الفكره اللي كنت بدي احكيها. طبعا المصطلح بدنا نحكيه اليوم هو الديكومبريجن. الديكومبريجن خلينا نكون يعني حقيقيين فيه هو مصطلح قديم. اتوقع اول واحد حكاه كان اسمه كارل هذا من شيء سنشري جو. كانوا يستعملوه هو مثل مصطلح احنا بنعرفه درسناه بسوريا هو المرسبلايزيشن اللي هو التكوين. تمام. اللي هنا بالعاده اذا كان عندنا كيس سيست كثير كبير بيحاولوا بيعملوا انه بيفتحوا السيست بيجيبوا البطانه اللي تبع السيست بيخطوها مع المخاطيه على امل انه هذا الهدف من يعني التكنيك انه يصغر حجم هالسيست هذا الى قدر معين ثم بعدين بيجوا بيعملوا له استئصال جراحي او وات ايفر اللي هو الموجود. فهذا المصطلح الديكومبريجن يعني هو فينا نعتبره شيء مشتق عن المرسبلايزيشن اللي نحن نعرفه. طبعا اتوقع تورمنجاد حكاها بال2021 سماها اوصى نفها عن انك ان هي فيستيفاليتيف سيرجري اللي هي جاي من فيستولا اللي هو الفيستولا الناسور تبعنا. ليش؟ لانه الشيء الاساسي فيها انه هي عباره يعني انت هلا رح نحكي على التكنيك تبعها انه نحن نعمل مثل ثقوب او نعمل مثل انترانس واكزيت من قلب الليجن هاي حتى نحاول نعمل الطريقة اللي نحن بنيها. طبعاً أنا هي مقدمة حطيتهم ثلاث سلايدات بس أتمنى أن تكون وصلت الفكرة منهم إنه ليش رايحين باتجاه. طيب دكتور محمد واضح إذا عم تسمعني قبل ما تكمل نحن الفكرة الأساسية عم تسمعني دكتور محمد صح؟ الفكرة الأساسية تبعنا إنه نحن بدنا نساعد الجسم يعني خلاصة الحديث بدنا نساعد الجسم إذا أنا فهمت بس صلح لي إذا غلط ولا لا نسرع الشفاء من خلال تصريف ما يوجد داخل الآفة اللي هي سو كولد اللي هي قد تكون كيسية. وبالتالي احنا كنا نقول وندرس باللغة العربية يقول رفع المقاومة الموضوعية للجسم. يعني احنا نساعد الجسم على الشفاء بشكل أسرع من خلال طبعا غير الانفكشن كنترول اللي هيعملنا هلا الدكتور محمد يحكينا عليه إلى انه احنا نخفف السوائل. مظبوط هيك الفهم العام للديكومبريشن اللي هو الاسبيريشن قد يكون اللي هو المارسبلايزيشن او التكوين. تمام. هي في كمان شغله بدنا نحكيها يعني انه هي قد تكون من الشغلات المحبذه انك تروح باتجاه هذا التكنيك لما انت بتكون عند نقاط تشريحيه هامه. يعني لما بتكون قريب من الحجاج نوعا ما الجيوب الفكيه الانف شو اسمه العصب الفكي السفلي فيعني هون فينا نعتبرها انه ترتفع يعني امكانيه او يعني ترتفع انه يعني امكانيه العمل به بالضبط. طيب ماشي حبيبي قلبي واضح 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 جدا. وخلينا خلينا نتابع مع حضرتك
شو الاجراءات اللي عملتها على هالسنترال هي او اللاترال اللي احنا عم نعملها روت كارت؟ هلا هي كيس ديسكشن سوري عفوا اوف طيب نطلع. طيب هلا اللي صار هو كالتالي، اجتنا هي الكيس اللي هي هلا موجود. انا قلبت الصوره عندك كله 100% حبيبي متابعينك ونسمع. اوكي هلا احنا اجتنا هي الكيس، مريض شاب بالاربعينات او 35 من عمره، اجاني بصريح العباره عنده سلايت بين، الم شوي صغيره، وعنده فيشل سويلينج اللي هي منطقه اللي عند اللاترال اللي موجوده. سلامتك شو صاير معك؟ والله كان هذا السويلينج بيروح بيجي كل فتره، في عندنا احنا يعني عادي معروفه انه ناخذ انتيبيوتيك بخف هذا، بننسى السيرم ونروح ونجي. طيب تفضل نعمل صوره. قعد المريض عملنا له صوره مثل ما انت شايف، مبين معي انه في عندي اللاترال، مبين انه هي كانت مفتوحه، اتذكر انه مفتوح السن، فتحوا له اياه لحتى صرف الالتهاب او الالتهاب اللي كان يحكيه هو انه الموجود، وخفت الحاله نوعا ما بس ما بتروح. عملنا صوره، شفنا هاي، شفنا انه في عندنا بيري ابيكال ليجن محيطه باللاترال. اول شغله بيخطر ببالي اني اول شيء اشوف الفيتاليتي تيست تبع الاسنان، مثل ما انت شايف السنترال حتطلع عليها بوزيتيف، الكيناين عامل عليه بوزيتيف، والبريمولر الاولاني الضاحك الاول كمان عامل عليه في بوزيتيف، واللاترال كان نيجاتيف. لو سمحت لي انا بدي اعلق على النقطه، يعني في كثير ناس عم في شغل معك كثير أنا ماني سامع. دكتور طلال طيب الدكتور طلال عم يقول لي تابع، انا ما قادر اسمعه بس انا رح اتابع انا، بس يرجع اذا كان في شيء بس ابعث لي دكتور طلال على الواتساب حرجع واقف انا او حتطلع معنا لايف. المهم اجتنا هي الكيس، مثل ما احنا شايفين اللاترال هي كانت النون فايتال بالكيس، الباقيين كلياتهم بوزيتيف فايتاليتي. اللي كان واضح بالموضوع اذا بتنتبهوا للبريمولر، البريمولر انا شايف في عندي مثل ريسوربشن بالروت، او الروت عندي يا قصير ما نعرفان شو مشكله. طبعا انا سالت المريض قلت له انت عامل شيء قبل فتره، اكل شيء ضربه ولا صاير في شيء؟ قال لي لا. قلت له عامل تقويم قبل فتره؟ فقام قال لي انه انا عامل تقويم، فانا لو اتس اوكي يعني ممكن يكون نتيجه التقويم طالما هو فايتال ما عنده مشاكل. طبعا في شغله انا حطيت دويره على الصوره لحتى بالضبط انا اعرف قديش حجم الليجن اللي انا عندي. للاسف بفيلم الاشعه اللي عندنا اللي هو البيري ابيكال بالبي اي ما قدرت اعرف قديش حجم الافه، فانا هون مضطر اني انا اوقف. قلت له للمريض انا يعني دكتور طلال رجعت لنا؟ معك وعم تابعك. تابع يا دكتور. تمام. لا انت كنت عم تسالني سؤال وانا ضليت تابع لما انت قلت لي اقول ليش عملت فايتاليتي تيست للناب ولا للسنيه اللي جنبه؟ لا بصريح العباره يعني انا اللي شايف الليجن، اذا انت شايف الليجن انا اعطيها نقاط يعني مشان اعمل لها تريسينج او احدد حجمها، اللي واضح بالموضوع انه قد يكونوا هذول الليجن على اشتراك مع الاسنان الثانيه، فانا نوعا ما بدي يعني ان في سبب، يعني انا بدي اعرف الليجن تبعي هي لوين رايحه هلا، مع اي اسنان لها علاقه بالاسنان الثانيه ولا لا. فكنت عم بحكي على نقطه وصلنا لها انه انا عملت تحديد للحافه على صوره الاكس راي اللي عندي، لكن انا بصريح العباره ماني قدران اعرف بالضبط انه هي الافه قديش حجمها، فانا نتيجه اني انا ماني قدران اعرف السايز 100%، فطلبت من المريض انه لو سمحت نحن نعمل صوره ثلاثيه الابعاد، وهون بتظهر يعني اهميه زي ما بنحكي ال 3D موجوده بالعياده. طبعا هي الصوره ثلاثيه الابعاد، طبعا في عندنا اللونجيتودينال سكشن والكروس سكشن، عطتنا الحجم الافه. اذا بنلاحظ على الكروس سكشن هون الكروس سكشن الموجود باليمين عندي انه الافه تبعي على حدود سقف الانف او جدار الانف،
نزل فلور قضيت الأنف، فبدي أخذ مقاطع تانية لحتى أعرف. هلا بصريح العبارة أنا خليني أنا هون، هذا بالمقطع اللي بيعطيني أوكي، هذا المقطع اللي بيعطيني أنا وقفت الشاشة، المقطع اللي يعطيني قديش حجم الامتداد الأفقي للآفة. إذا أنتم ملاحظين معي هون إنه قد يكون في جدار أو سماكة كتير خفيفة باتجاه البلتل، لكن باتجاه البكل أتوقع فينا فينستريشن هون، مثل عبارة عن كأنه آكل العضد يعني طالع باتجاه برا. خلي كفي، طبعاً طلعنا بالمقطع لفوق لحتى وصلنا عند الجيوب الأنفية. طيب أوكي، المقطع الثاني اللي انا 3D construction اللي انا بدي صريح العباره اوكي هون خليه هلا برجع بيفتلها تمام اوكي. واضح معنا هون قديش حجم الآفة اللي موجود بهي المنطقه وقديش الحجم واصل باتجاه قاع الانف اللي هو لهذه المنطقه. هلا حتى هون بدنا اشوف بالصوره هاي واضح انه عندنا الناب مثلا في حواليه شفوفيه. طبعا ال 3D construction هذه نوعا ما كثير انا باخذ فيها المقاطع الاساسيه اللي اخذناها والفيتاليتي تيست كانت هي الاساس، بس هي كانت للاستئناس بحقيقه اني انا شو بدي اساوي. طبعا اول شيء اخذناها في شيء سؤال دكتور طلال ولا كفي انا؟ لا 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 كله ممتاز، بس انا بدي اعقب تعقيب صغير. اول شغله بالبيري ابيكال اكس راي ممكن نحن نتابع اللامينا دورا، اللامينا دورا تاع الاسنان المجاوره اذا كانت سليمه غالبا هذا بيعطيني مؤشر انه هي ما لها انفولف، اما اذا كانت مقطوعه ممكن يكون هي الاسنان انفولف، بس رغم ذلك ممكن يكون السن جوات الليجن وما يكون هو سبب بتشكيل الليجن. بالكونستراكشن هذا اللي عم تورجيه ليش طالع عنا على الكيناين؟ لانه هذا مثل ما قلت لكم الدكتور محمد دكتور طلال عم يحطش الصوت تابع. طيب اوكي اللي صار كالتالي، نحن في واتساب والله حطيته على جنب. اللي صار كالتالي انه نحن فتحت السن، لما فتحت السن كان بيطلع منه اكسيدات، كان عم يطلع منه سوائل قد فيها شويه دم، فيها سوائل لون اصفر. غسلنا كثير منيح، عملنا بريبريشن، وبعدين في شغلة أنا ساويتها. أنا أحياناً بستعمل المايكرو سكشن، المايكرو سكشن اللي بحطها أنا داخل السن، يعني من داخل السن إحنا بنحطها لجوا علشان تشفط أي سوائل موجودة. فاللي صار كالتالي إني أنا بعد ما عملت البريبريشن تبعنا تمام، بعد ما عملت البريبريشن تبعنا شلت حاولت أعمل سكشن من داخل السن، وبالنهاية حطيت كالسيوم هيدروكسايد. بصريح العبارة حطيت كالسيوم هيدروكسايد وقلت له المريض تعال بعد أسبوعين. لما رجع اجى بعد اسبوعين كمان نفس القصه، فتحت السن لقيت لسه في اكسيدات بقلب القناه اللي هي نت دراي، بالتالي اضطريت اني اعمل الكالسيوم هيدروكسايد مره ثانيه وقلت له رجع لعنا كمان بعد 15 يوم. حطينا كالسيوم هيدروكسايد، بعد ما حطينا كالسيوم هيدروكسايد بعت للمريض وقلت له رجع بعد حوالي شهر او اسبوعين حتى نشوف الوضع. بعد ما رجع المريض لعندي كانت القناه صارت دراي. دكتور طلال رجعت معنا كان معك تمام. بعد ما رجعت القناة وصارت دراي أمورنا ممتازة، أنا عملت أوبتريشن للقناة، استعملت بصريح العبارة الجوتابيرتو والبيوسيرميك. ليش؟ يعني ما بعرف، كان في عندي تصور أنه أنا ممكن روح باتجاه السيرجري، فبالتالي يعني أنا قلت خليني مجهز حالي أنه يكون في عندي بيوسيرميك بالقناة نوعا ما، أنه إذا اضطرينا نروح باتجاه السيرجري يعني يكون هي ما اسهل يعني نفس الشيء، بس كان تصور اني اروح باتجاه البيوسيراميك. حشيت البيوسيراميك وكانت الامور ممتازه، زي ما بيقولوا صافيه لبن صافيه لبن، اتكل على الله. راح المريض وشفته بعد 7 ايام، رجع لي المريض بحاله فيني اقرب في نسميها اقرب للفلير اب، رجع لعندي بالم، رجع لعندي بتورم موجود بالمنطقه، نفس التورم اللي كان موجود اول. وبصريح العبارة يعني أنا يعني اندهشت إنه يعني كانت أمورك ممتازة وصارت القناة دراي وعملنا أوبتريشن، ليش صار هالتريجر هذا الجديد؟ ليش صار القصة هي الجديدة؟ دكتور طلال معنا ولا الصوت عند دكتور طلال ما بعرف ما عم بسمع.
فانه ليش صارت معنا هي المشكله؟ انا راح تابع دكتور طلال بس بدك يعني وقف لي. ما بعرف ليش هيك اللي صار، لكن اللي صار انه انا بعدين سالت حالي هالسؤال وات اي هاف تو دو يا عقيد. العقيد مو معنا هلا بدري وين صاير. فحاولت اني يعني عندي خيارين، يا اما اروح باتجاه الابيسكتومي او بدي يروح باتجاه الديكومبريشن. هلا بصريح العباره كان عندي تصور اني اذا بدي اروح باتجاه الابيسكتومي، شفت انه لما عملنا مقطع للآفه بالعرض انه بدي قديش انا بدي اذا بدي يفوت يجرف الآفه او الليجن الموجوده هي، ممكن تروح الفايتال تيست تبع السنترال تبع اللاترال تبع اللاترال هي رايحه تبع الكيناين تبع البري مولر. طيب ونضطر نعملهم ار سي تي، والاغلب الجراح اللي يعمل لي ار سي تي قبل ما ادخل على الـ على الـ على الـ على راح اعمل لي ار سي تي قبل ما ادخل على السيرجري اذا بدي يفوت يشيلنا اياها. طبعا انا اخصائي اندو يعني بالنسبه لي ما يعتبر لازم يكون في عندي مشكله اني انا اروح باتجاه الار سي تي، لكن هذيك الايام كان مطروح هذا، نزلت الارتكل تبع الديكومبريشن وقلت انه واي نوت، يعني خلينا نعطي فرصه للسن احسن ما تروح باتجاه السيرجري. طبعا هون الكونسنت تبع المريض لازم تقول له انه هي احنا هيك حنساوي، نحن حنحاول نعمل الديكومبريشن، فعندك اي مشكله ايها المريض؟ لا والله ما عندي اي مشكله، تفضل. فرحنا باتجاه الديكومبريشن. تمام دكتور طلال عم يجي ويروح. انت معنا يا باشا؟ معك حبيبي، انت كمل، انت معك، انا معك، كمل. طيب بصريح العباره لما كان عندي هالسويلينج انا عم بحاول اللي استوفي كل اني اطلب عشان ما يضيع شيء. انا اذا انا بدي كان على اساس تبي نحكي دكتور طلال عشان يصير ديسكشن، عشان اذا في اي نقطه نرجع نوضحها. بصريح العباره السويلينج كان موجود. يجي محمد معك، انا تفضل كمل تابع. اول شيء عملت اسبيريشن للليجن من السويلينج اللي موجود من عند البكال. لما عملت بصريح العباره طلع دم وشويه بصمه مثل ما انتم شايفينها. بعدين كان التكنيك التالي انه نحن في عندنا تاكل بالعظم الدهليزي البكلي فوق اللاترال، فنحن المدخل تبعنا انه حيكون باتجاه البكال. حيصير كالتالي انه نحن رح نجيب مثل ابرتين، ابره حتعمل تحقن السلاين داخل الليجن، وابره ثانيه حتكون هي عباره عن اكزيت لحتى يخرج السلاين اللي دخل جوات الليجن. يعني مثل عباره عن مي حتفوت تدخل تغسل وبعدين ترجع تطلع من الاكزيت الثاني. طبعا فينا نحن نعمل اكزيت ثالث اذا بدنا، بس كان الهدف الاساسي انه ما في داعي، لانه انا هي الصوره اللي انا عملتها. طبعا انا جبت النيدلتين مثل ما انتم شايفين، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة عشان يكون كمية الخروج أكثر من كمية الدخول، عشان ما يقعد يحتبس. لأنها إذا حقنت زيادة والتصريف قليل فأنا بخاف يقعد تصير كمية السائل كتير كبيرة، ممكن تشكل ضغط على قاع الأنف ولا على شيء منطقة يعني يصير ألم. محمد إذا عم تسمعني فيني أسألك سؤال؟ ليش فضل. ما اكتفيت بالأسبيريشن؟ يعني ما أنه عملت أسبيريشن، ليش بدك تحقن؟ شو عم تنظف؟ شو عم تعمل؟ هو لما انا عملت الاسبيريشن اذا انت ملاحظ انا طلع معي دم وطلع معي قيح. نعم. فكانت الفكره هون زي ما بقولوا اشتغلت اللمبه، انه خيو المنطقه هي الليجن اللي موجوده جوا قد يكون لسه فيها بقايا سواء التهابيه، بقايا لبص، بقايا لاي شيء. فانا يعني خطرت ببالي هي فكره الديكومبريشن، انه هي مبدا انك انت بدك تفرغ هالضغط وبدك تغسل هالجوف لحتى يصير نظيف. نعم. لانه الحقن لحاله الشفط الاسبيريشن ما حيقدر يخليني اني انا يعني شيل كل شيء موجود جوا. فمثل ما انا حطيت النيدل التنتين مثل ما انتم شايفين وصورت لاتاكد اني انا جوات الليجن الموجوده، وراح اعرض هلا الفيديو اللي احنا سويناه. الفيديو كالتالي، هلا لازم يبلش. تمام. مثل ما انتم شايفين هون هي السيرنج اللي عندكم في سلاين، وهذا المخرج السوائل. هلا اذا بتلاحظوا بالبدايه هون كان عم بيطلع شويه دم وسائل، انت ما تكون واضحه الصوره 100%، بس بيطلع سائل نوعا ما ما هو يعني نوت كلير، يعني بمعنى انه مو صافي. نعم. فنحن طبعا السيرنج هذا حوالي 20-25 ملي، يمكن كررناه مرتين او ثلاث مرات. تمام. الاسسن تبعي هون كانت عم تعمل السكشن بالموضوع. بالنهايه هذا بعد ما حقنت
سيرنج واحد او اثنين او ثلاثه تمام، ببلش يطلع عندك السائل يصير شفاف يعني خلاص كانه السراين عم بتفوتوا جوات الليجن عم بيطلع مثل ما هو ريسايكل صارت ما عاد يطلع اي شيء. فهذا الفيديو انه تتاكد انه انا السراين اللي عم اقنه جوات الليجن عم بيطلع صافي او نظيف. تمام واضح الفكره واضحه. هون بالنسبه لي اتوقع انه هلا هون لازم انا يعني خلاص انا ما عاد في داعي بقى اغسل زياده. طبعا الموضوع بسيط حلاوته ليش انه انت بس شلت الابر حيصير في شويه نزف بسيط ممكن وطن نقله للمريض عليها مخدر للمريض طبعا مخدر المريض مخدرينه بكري احنا بس هون انه ما محتاجين لا نعل لا اطبه ولا محتاجين ان نساوي اي خياطه عباره عن النجلتين اللي احنا فوتناهم. يا اخي وين الحاجز البطاطي؟ هم خاصة الاندو حاجز مطاطي بدنا نعمل بدي كمبريشن هي جماعة لازم نعمل جماعة السيرجري بالإكستراكشن. أمرك أمرك يلا كمل. نرى المريض سيدنا الله يعطيك العافية. إذا ما صار شيء عندك أي مشاكل ولا صار عندك السويلينج اللي كنت فيه أنت قبل فترة ولا صار عندك أي شيء رجعنا بعد 6 شهور. راح المريض ورجع رجعنا بعد 6 شهور بلشت تحس بصريح العبارة إنه الليجن يعني أول شيء بلش يتشكل عندي حجب عظمي جوات المنطقة. طبعاً الشيء حلو أولاً المريض ما عاد رجع بالسويلينج يعني خلاص ارتاح وهو بصريح العبارة صار كل ما يحط إيده هون كان يحس في شغلة مثل هيك خفسة يعني مثل فوسة أو هيك شغلة تنزل يعني صار يقول لي عم حس المنطقة يعني لا ما عاد في الوهدة هي الموجودة. فكان يعني بلشنا بس مثل ما حكينا قلت له يعني 6 شهور نتس اناف يعني خلينا نكفي اكثر. راح المريض قلت له رجع بعد سنه بصريح العباره هو مشكلته انه عسكري فما كثير بيقدر ياخذ. بس انت محمد ما عملت له اي اجراء يعني انت بعد 6 شهور ما رجعت عدت الاسبيريشن ابدا انت عملتها مره واحده بعد اسبوعين وبس وخلص يا. طيب رجعنا بعد سنه ونص بهذا الوضع. طبعا رجعنا نفس الشيء بصريح العباره عملت فايتاليتي تيست للاسنان كلياتها امورها ايجابيه ما في اي مشاكل عندي. الصوره الاكس راي بتقول لك انه صاير في عندي حجب عظمي صاير في يعني بروسيسنج صاير بالمنطقه لكن في شيء بتحسه انه يعني العظم مو السبيور 100%. ان انا فضل اعمل سي بي سي تي عملنا سي بي سي تي للامانه. اللي واضح بالموضوع انه اللي واضح انه وين الماوس ما عم يتحرك الماوس ما ادري ليش على اليمين الكروس سكشنال العظم البكل بنى العظم البلاتال صار ثيكنس اكثر تبعه في شيء عندي ظلت منطقه ما بين البكل والبلاتال يعني قد تكون سكار تيشو الله اعلم. بيسلم عليك زاهر تقي بعث لي على الواتساب عم نحكي عليك انا وياه فانت بتحاسب انت وياه هلا بس تخلص اللايف. طيب ماشي اوكي ان شاء الله يكون الصوت واضح عندنا ابو زهره. طيب لا عم نسمعك حبيبنا ابو زهره دكتور زاهر. الكروس سكشن اللي عملناها بعدين كمان عملنا ال 3D تتذكروا قديش كان في عندنا تآكل بالعظم سواء كان بالبكل او البلاتال. انا عملتهم هون في بس خليني احط التنتين حد بعض. طيب ايه هي التنتين حد بعض انا حطيتهم حد بعض هلا بس لحتى نشوف الفرق اللي كان شوف قديش كان في تآكل بالارض الانف والبكل وبعدين شلون صارت الامور ممتازه. الحمد لله انا المريض الله يعطيك العافيه بعته بصريح العباره بعد سنه ثانيه لحتى اشوف منطقه الشفوفيه هي الموجوده ما بين البكل والبلتل شو وضعها. قد تكون سكار الله اعلم لكن بدنا نستنى. هي صوره البانوراما هون يعني في انا حطيت في حاب اني اعطي بس تفسير شو ممكن يقترحوا انه ليش هيك صار. بصريح العباره بيقولوا انه انت السوائل هل محطوط هذا يعني الاكياس او الليتر سجست ذات اف ذا مايكروبيولوجيكال ايتيولوجي از ريموفد باي نون سيرجيكال روت كان تريتمنت البشره تبع الخلايا ممكن يصير فيها نمط من الابتوزز التموت او التضاؤل. نعم هلا من يومين كنت بحكي انا والدكتور نبيل قوشجي كنت عم بسأله على الفكره هاي وجهنا تحيه طبعا استاذنا والجد فادر تبع المشرحين المرضيين بالوطن العربي. مبدأ توسع الأكياس إنه هو يعتمد أول شيء على تكاثر الخلايا انقسام الخلايا
وعلى زيادة الضغط داخل الفجوة الموجودة. فنحن لما عملنا الدي كومبريشن الضغط اللي موجود جوات الكيس فرغناه، فبالتالي شلنا جزء من عوامل التوسع اللي بتصير أو المساهمة في توسع الأكياس. صفي موضوع تكاثر الخلايا، يعني هذا هو الخلاف ما بيننا بين المشرحين، إنه نحن عند الخلايا ممكن تروح. هلأ أنا في هي رسالة الديكومبريشن قالوا عنها، بس هي شغلة واحدة. في عالمين بيعرفوا الدكتور طلال، بندر وسيلزر، موجودين تحت. هن من الناس اللي اقترحوا قبل فترة انه انت اذا عملت اوفر انسترومنتيشن زمان برات الابيكس، هذا نفس مبدأ الابيكسيوم اللي كانوا يشتغلوا عليه، اذا انت خربت البشرة تبع الكيس قد تتشكل فيها آلية خاصة، يعني تسبب او آلية تسبب موت البشرة، وبالتالي قد تسبب ذهاب البشرة اللي هي محيطة بالكيس. طبعا الارتكل هاي اللي اخذت منها الفكره حكيت بدون الاخر شيء حنحكي عن ديس ادفانتج تبعها، بس انا كنت في هون سلايد تبعك راح هلا حيجي ديس ادفانتج. طيب ديس ادفانتج تبعها للحاله انه هي اول شيء بتحتاج لونج تيرم فولو اب، يعني احنا اخذنا هلا سنه ونص ومحتاجين كمان نص سنه ثانيه. طبعا في شغله واحده، نحن لو ما عندنا مؤشرات ايجابيه بتقلنا على انه الامور ماشيه باتجاه الايجابيه كنا من زمان وقفنا عملنا ستوب ورحنا باتجاه الجراحه. هي يعني مشان ما يزعل عزيز الجراح زي ما قلت انت، لكن انا لما في عندي ساينز عم تعطيني انه في ايجابيه بالشغل وفي عندي افعه بتصغر ومريض عم يعطيك مشعرات انه ما عاد صار عندي السويلنج ولا عاد صار عندي هالبين الالم الموجود، فانت هون يعني بتضلك حاطط الموضوع انه تضل تتابع فولو اب. مظبوط. طبعا في شغله ثانيه انه دي كومبريشن لم تسمحنا ناخذ بيوبسي خزعه لحتى نحن نعملها دراسه هيستولوجي، وبالتالي يعني بضل موضوع التشخيص ما هو اكيد 100%. هي اهم شغله بالدراسه اللي نحن يعني اللي اشتغلنا على اساسها، انه هي بتقول انه يفضل انه يكون في دراسات مستقبليه لحتى تشوف شو حيصير بمصير البشره اللي صارت بالليجن اللي صغرت، هل شو ممكن يصير فيها، شو اللي صار ببشره الكيس الموجوده. طبعا لا ننسى انه في حالات انه لو افترضنا انه هي الافه اللي احنا اشتغلنا فيها صغرت هلا صغرت بعدين رجع صار فيها مثلا فشل او صار فيها نكس بالحاله، طبعا احنا بنكون استفدنا من شغله واحده انه احنا عندنا حجم الافه تبعنا صغرناه. احنا شفنا قديش كان عندنا المقطع العرضي كنا بدنا نصير السنترال ذروي اقل اجريسيف 100% يعني عليك بالضبط. فهذا هو جزء كمان من الكيس اللي احنا عرضناه، واتوقع انا يعني انا حكيت كل شيء ما في شيء. طبعا وصلت الفكره، وهي احلى تكريزه قبل رمضان يا ابو ادم. حبيبنا دكتور طلال. طيب حبيبي انا خليني انا يعني انا بدي اخذ راحتي معك صراحه ان شاء الله، بس خنيت ما بعرف شو القصة يعني هيك شوي طلعني لبرا، لأنه صراحة في حديث كتير بينحكى. أنت واقف شير بالله، واقف شير لو سمحت من عندك، واقف شير عندك تمام عشان تقدر تشوفني فول سكرين ونقدر نحكي كلمتين. شايفني هلا هيك محمد صح؟ بتمنى كمان يكون صوتي واضح. صراحة الموضوع كبير وذو شجون. دكتور طلال بعد لي فويس مسج مش خليني اسمع ولا شو بدي اقول لي دقيقه واحده. طيب اسمعني على الواتساب، الشفاء صار نتيجه الاسبيريشن ولا نتيجه المعالجه؟ هذا سؤال يعني. السؤال عم بسأل دكتور طلال انه هل هو الشفاء صار نتيجة الاسبيريشن ولا نتيجة المعالجة؟ هلا اول شيء يمكن انا لو عملت اسبيريشن مليون مرة و
عملت اسبيريشن مليون مره وكانت المعالجه تبعي ما هي صحيحه او لسه في عندنا بكتيريا جوات القناه ما حيمشي الحال. انا اللي اتوقعه كالتالي انه نحن مثل ما قال الدكتور بالبدايه انا حكيت السؤال تبعك لا قدمت الفكره اتكيها. انا اتوقع انه هن عاملين يعني ما فينا نفصل واحد عن الثاني يعني مين هو الاول مين هو الثاني. الاثنين عاملين مهمين الاندو الصح اللي اشتغلناه والاسبيريشن اللي احنا عملناه وحتى الاريجيشن للليمون الموجوده جوات لمعه الكيس. هذول ثلاث عوامل هن ساهموا بتطور الحاله بالمنحة اللي احنا شفناه. هلا يعني واحد من بيناتهم هو المسؤول ما اتوقع يعني ما فيني احزم انه هذا هو الاساس صعب نقدر صح صعب كثير نقدر نقول هذا السبب ولا انت برايك صار سكار حيصير سكار برايك عم بيقولوا النت عندنا عندك بلا ما نحكي لمساكين طيب السكار شو رايك تتذكر قبل يمكن شيء اسبوع اسبوعين نزلت بوست على التولز اللي بيستعملوها جماعه العظميه بتفوت بتعمل البون مارو اللي هن بياخذوا منها بايوبسي من البون مارو. انا احكي لك بصراحه انا حاطط ببالي من هون لسنه رح يرجع المريض لعندي فولو اب اذا شفت الموضوع مثل ما هو. انا لان انا بحاول اني اشرك كيس ريبورت ححاول استعمل هي التول بمعنى اني انا اعمل بنتريشن من البكل طبعا هي فيري شارب يعني 27 جوج او 30 جوج حاعمل بنتريشن لحتى فوت اخذ بايوبسي من هي المنطقه لحتى بالضبط اعرف انه شو صار بالموضوع. قد يكون سكار اتوقع هو بشكل عام في عندي فراغ ما بنى في عظم يعني هم يعني ام شور فروم ذات وان بس هلا شو اللي جوا يعني ويت اند سي لانه الدكتور نبيل قشجي يعني انا يعني ما كثير سعيد بالشفاء السريع ما في الفولو اب الطويل فنحن يعني حاطين الكيس اندر فولو اب لحتى نشوف بالنهايه شلون حتصير. هلا اذا صار سكار شو عليه؟ ما في مشكله نحن نتقبل سكار اساسا بعد السيرجري يعني هذا موضوع اتس اوكي واتوقع كان في ارتكل ما اتذكر بس كانت نسبتها يمكن 14 17 14 20% ما اتذكر بس يعني فين نتقبل انه وجود سكار بعد السيرجري بس هي بحالات الكونزرفاتيف تريتمنت مثل هاي يعني لسه مو مذكوره يمكن لانه ما عليها كثير دراسات. دكتور طلال بعث لي على الواتساب يرجع تعرف شو عم بيصير. والله يا دكتور طلال الصوت عندك راح انا اللي شايفه يعني يمكن انا انهي الحلقه انا كنت سعيد كثير مع الدكتور طلال وكلمة أخيرة أنا كنت كثير سعيد اليوم بوجودي معكم وكل الشكر كل الشكر للدكتور طلال وبرنامجه المميز. دكتور طلال أخ وعزيز أنا بعرفه من لما كنت من 2005 ما بعرف ليش صار عمره هي الصداقة بس لسه ما وصلت يمكن بدها 25 كم سنة بنصير نحن بعدنا شباب يعني فشكرا دكتور طلال شكرا للاستضافة وشكرا للمتابعين اللي كانوا موجودين وأنا إلي الشرف يعني أن يكون على صفحتكم وشكرا مرة أخيرا. حبيبي دكتور محمد شكرا لك. أنا والله أنا آسف على الشيء اللي صار اليوم شوي بس كنت في كتير شغلات كنت أحكيها بس ما شاء الله عليك كفيت ووفيت. شكرا لك الحالة حلوة وحتضل بس عليك وظيفة أنك أنت ترد على المتابعين بالأسئلة اللي عم تجي على الصفحة وبالأماكن اللي حشير عليها. برجع بتشكرك مرة تاني دكتور محمد ونلتقي إن شاء الله أنا وياك والشل بجينا عندكم على الرياض هيك ومدير وما مدير وأرجيلة وما أرجيلة. أنا ما بأرجل طبعا أنت الموضوع عندك تشرفنا يا باشا. حبيبي شكرا كثير إلك يعطيك ألف عافية طولنا عليكم شوي. شكرا لكم شكرا لمتابعتكم بتمنى أنه تكون الفكرة وصلت. حالة مميزة نعطي فرصة دائما للمعالجة اللاجراحية لأنه ممكن تعطينا فرصة قديش بهالمعالجة اللي عمل الدكتور محمد أنه هو قدر يحافظ على كثير مجاورات على أسنان على حيوية أسنان مجاورة كرمال يقدر يوصل للنتيجة والأخير الحمد لله صافي عندنا شفاء والحالة تتابع وفعلا حالة مخرجة النشر نعمل لها كيس ريبورت بابليكيشن.
برجع بقول لكم مرة تانية، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا، ودائما بقول لكم لا تنسوني من صالح الدعاء، ويعطيكم ألف عافية. طبعا هون بوجه تحية لصديقنا دكتور مازن دوماني اللي هن شركائنا بهذا البث، بس دكتور مازن تأخر لوصل ابنه شوي بعافية، الله يعافيه ونتمنى له شفاء، كلاتنا ندعي له هلا لابنه لدكتور مازن دوماني. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم على خير مرة تانية، ولا تنسوني من صالح الدعاء لا إلي ولا للدكتور محمد، ويعطيكم ألف عافية. طلال الحلال.